رجعت لكم من الفاصل. خلال الفاصل ما عملتش اي حاجه غير ان انا جبت الخمس مقادير التانيين اللي هنعمل بيهم باقي وجبتنا النهارده. زي ما قلت لك احنا عملنا البيتزا رشوه، البيتزا في الفرن بتاعنا ما بتاخدش اكتر من تلت ساعه عشان تستوي، فتحتها بس كده بشوكه عشان الهواء يطلع وفي نفس الوقت تاخد الحراره بسرعه. هنعمل بقى، احنا قلنا هنعمل بيتزا فاكهه عشان هم يرضوا يدخلوا معانا المطبخ ويعملوا اكلهم بنفسهم، فيحسوا ان هم تعبوا يعني شويه فيه فهيتبسطوا عشان ياكلوه. هيشربوا النهارده شوربه البروكلي. بروكلي يعني حديد، بروكلي يعني قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا، من اهم الخضروات اللي ممكن ياكلوها الاطفال والكبار كمان، مش الاطفال الستات كمان ياكلوا البروكلي، هايل في نسبه الحديد اللي موجوده فيه. شوربه البروكلي هنعمل شوربه بروكلي غنيه بالفيتامين والمعادن اللي فيه والحديد، وهنعمل الكريمه يعني بروتين كمان حيواني دخلناه، شويه جبنه شيدر، فممكن توقفيهم برضو يعني انا ما عنديش النهارده عيال صغيره توقف معايا في المطبخ، بس ممكن كنت اخد زمايلي من الاستوديو يشتغلوا معايا، بنحب قوي احنا نشتغل مع بعض. توقفي ولادك يبشروا الجبنه، فهم كده عملوا الشوربه بتاعتهم بايديهم زي ما عملوا البيتزا، وبصله مفرومه. تعالي بس انا عايزه اعد كده معاكي حاجه بسيطه، بصل وجبنه وبروكلي وكريمه، اربعه مش خمسه. يعني كمان زي ما بقولك بنحاول ان احنا الخمس مقادير يبقوا الماكسيمم اللي احنا بنعمل بيه. بالتالي الجبنه موجوده بالذات في موسم المدارس، البصله موجوده عشان الطبيخ وعشان السلطه، البروكلي هتشتريه زيه زي اي خضار، وكريمه. تعالي نشوف هنشتغل ازاي. اسخن حل على النار. والله بقى البروكلي تسميه زهره، تسميه زي ما تسميه، تسميه قرنبيط اخضر، تسميه اي مسمى، انا بالنسبه لي مش فارق غير ان هو بروكلي. احط بس سنه زيت واحط البصل على طول. شوربة كمان يعني احنا في الشتاء بصراحة بحس ان احنا لازم نبتكر ونخترع في الشوربات بتاعتنا اللي احنا بنعملها، نتدفى كده بحاجة سخنة بنشربها وفي نفس الوقت غنية بالمعادن والبروتين وكل حاجة، نخترع يعني في الشوربات، مش بس شوربة خضار وشوربة خضار وشوربة لحمة وشوربة فراخ. انا هقطعه حاجات بسيطة، هو كده كده هنضربه في خلاط بس عشان ما ياخدش وقت معايا في السوا. ممكن كمان تقبيه تسلقيه، بس انا مش عايزه نسبه الحديد بتاعته تقل كمان من السلق. انا البروكلي بالذات من الخضار اللي ما بحبش اسلقه، بعمله دايما على البخار. هشوح البصله وهنزل بشويه بروكلي. هقلبهم بس، هياخدوا تشويحة بسيطة. الشوربة بتاعت البروكلي بتبقى شوربة زي شوربة كريمة، يعني شوربة تقيلة شوية، مش شوربة زي شوربة الخضار كده خفيفة. احط شوية فلفل اسود، ما نزودش عشان احنا بنقول بنعمل اكلة لاولادنا حبايبنا. وشوية ملح، مفيش اكتر من كده في الشوربه. ببص على البيتزا مش هتاخد كمان، يعني انا ممكن اطفي على البيتزا وتاخد بس من حراره الفرن كده. هنزل بالكريمه على طول، وهنزل بشويه جبنه عليها وهي بتسخن كده في الحله، هتقلي القوام كمان بتاعها. بصي الولاد شافوا بيتزا فهيقولوا لك عايزين، وشافوا جبنه مبشوره مبشوره يعني، فاكيد برضو نفسهم هتتفتح على الشوربه دي. ما بتاخدش كمان وقت في السوا خالص. احط شويه شوربه او مرقه او ميه يعني اللي موجود عندك. هي سخنه بس، ممكن نجيب اي حاجه نمسكها بيها.
عشان سخن قوي يعني. انا مش عشان بعمل لاولادنا وعمال اقول حبايبي وحبايبنا والكلام ده فنولع في نفسنا يعني، عشان بعد كده مفيش حد، لو انا ولعت ولا اتلسعت مفيش حد يعمل، ولا لحبايبنا ولا ليا انا شخصيا كده. تقريبا كفايه. هتاخد غلوه بسيطه جدا وبعدين هنضربها على طول في الخلاط وتتقدم وهي سخنه. ممكن تقدمي معاها عندك رغيف عيش فينو كده، حمصيه كده في قطعيه مربعات صغيره وحمصيه في زبده كده وقدميه معاها على الوش. عندك عيش بلدي تعمليه زي العيش بتاع الفته كده بيبقى طعمه حلو قوي. تعالي دلوقتي نطلع البيتزا بتاعتنا ونشوف هنشتغل فيها ازاي. احنا ممكن نحطها على طول، بصوا سهلة وما خدتش يعني مننا اي وقت. العجينة دي سهلة وبسيطة جدا، انا بس محتاجة ايه ان انا احطها على طول في الطبق اللي هشتغل فيه. يسخن بس كده سلكة اهي ما شاء الله يعني من الصناعة ومش محتاجة اي حاجة. وكمان عايزة اوطي كده على الشوربة، الكريمة تتقل مع نفسها. تعالي نشوف هنكمل البيتزا بتاعت الفواكه او البيتزا الحلوة ازاي. البيتزا دي يعني انا اديتك فكرة العجينة، انت ممكن تشكليها زي ما انت عايزة، تعمليها بمربى، تعمليها بعسل، تعمليها بجبنة حلوم مثلا ومكسرات وتدخليها الفرن بتبقى حلوة قوي. هحط عليها الجبنة الكريمي على طول. اي فاكهة عندك بقى في التلاجة يعني، احنا بلدنا خلاص بقت عمرانة بالخضار والفاكهة طول السنة، ما بقاش ليهم سيزن يعني، بقت طول السنة الفاكهة موجودة. اي فاكهة عندك موجودة اشتغلي بيها. تحطي قشطة كمان مكان، بس انا عايزة اخفف شوية يعني، احنا عاملين عجين وبيتزا وبتاع وبقولك عملناها في البيت قال ايه عشان الجانك فود ما يتخنش الولاد وكده، فما تحطيش قشطة، خليها يعني خليها كده خفيف خفيف يعني. عايزه العجين ده تمشيه حادق، هتمشيها حادق ان انت هترفعي الفانيليا منها، ممكن تحطي بيكنج باودر والملح بس. في ناس بتحب العجينه بتاعت البيتزا شويه شويه تخينه وشويه البيتزا رفيعه. انا بضحك لان انا ريحه الاكل خلتني ما ابصش اصلا للكاميرا، عماله ابص على الجبنه واللي هو نفسي ادوقها بصه في حته تانيه خالص. الله يخللنا فريق الاعداد والاخراج وكل التيم اللي انا شغاله معاه بصراحه، كلنا اخوات واصحاب. بصوا يعني اي حد بيلاقي كومنت عند التاني كلنا بناخده بصدر رحب، مش كلنا قوي يعني، لا كلنا كلنا كلنا. قلت لكم انا طباخ الاكل بيدوق، انا طباخ الاكل جدا يعني. تعالوا بقى نشوف ايه الفاكهه اللي عندنا نشتغل بيها عادي جدا. انا غلطتي ان انا قطعت التفاح ما حطيتش عليه ليمون. هتقطعي التفاح بدري شويه حطي عليه ليمون او قطعيه في ساعتها عشان ما يسودش كده، عادي كل ست بيض بتغلط يعني مش انا بس اهو. وبقول لكم ان انا بعمل حلقتي بحس ان انا قدام اهل بيتي يعني، مش بعمل لمشاهدين ومتفرجين، لا بعمل حاجه سهله وفي نفس الوقت بطريقه سهله وبطبيعتي زي اي ست بيت واقفه في المطبخ بتعملها. هناكلها، مين اللي مش هياكلها؟ طيب يعني مخرين ان بيقولوا هناكلها، طبعا هناكلها. وعايزه بقى بعد اللي انا بعمله ده مثلا ولادنا ربنا يحميهم، بس حد يقولك مثلا ما بحبش البيتزا، ما بحبش البيتزا، تقطعي عنه بقى اي بيتزا بيجيبها من اي حته في الدنيا. يعني بصي اي شكل انت عايزاه تعمليه، اي فاكهه، المهم ان هي بتدي لون حلو وشكل حلو في اخر البيتزا دي. انت ممكن تتاكل كمان ساقعه يعني، ما
مش للصغيرين بس والله، صدقيني لو عملتيها كده تفتح النفس كده للكبار كمان قدام التلفزيون في الشتاء اللي احنا فيه ده. اديكي كلتي اكله خفيفه وما خدتش منك وقت خالص كده، تقريبا كفايه. حطينا البيتزا في طبق حلو، نخليه كمان شكلها حلو ونقدمها بطريقه شكل حلو عشان نشوف باقي الاكله بتاعتنا هنعملها ازاي، او باقي الوجبه بتاعتنا النهارده هنعملها ازاي. شوربه البروكلي بالكريمه، تعالي نشوف هنكمل الشوربه ازاي. انا هطفي بس على الشوربه كده، هاخد الخليط ده كله. ممكن ناخده ازاي؟ هناخد خليط الشوربه اللي احنا عملناه بالكريمه ده وشويه شوربه وبصله، هناخده على طول في الخلاط. ممكن نفك كده اسهل، صح كده؟ ناخد بس شويه كده، هنحط بس شوية كريمة. انا هعمل على قد الطبق اللي هقدمه دلوقتي. طبعا عندي وحوش هنا ما شاء الله، يعني اللي في الحلة احنا ما بنرميش اي حاجة. بعد الحلقة اكيد هتطرقوا فيها، انا بقول لكم بقدم حلقة لاولادي الصغيرين. بعد الحلقة هكمل بقى الاكل لاولادي الكبار هنا واخواتي وزمايلي. يعني خلصنا من الكبة طلعنا في الشفشق بتاع الخلاط. بسم الله. وهي بتضرب كده انا عايزة ازود عليها كمان شوية جبنة. طعمها كريمي حلو قوي، والجبنه كمان هتدي طعم حلو وكمان وقيمه غذائيه حلوه قوي. هفضي على طول، لو عايزه بعد ما تضربيها تديها غلوه كمان عشان تبقى سخنه، بس احنا مدينها سخنه وفي نفس الوقت الكريمه تتقل شويه، ممكن تديها غلوه كمان. انا ده القوام اللي انا عايزاه. ونحط عليها كمان شوية جبنة. أنا طماعة شوية النهاردة في الدهون اللي احنا حاطينها، بس بصراحة هما يعني هياكلوا بيتزا وهيخلصوا أكيد الشوربة بتاعتهم كمان. وبقولك إن شاء الله يا رب بالمقادير القليلة اللي احنا عملنا بيهم أحلى طبق شوربة بروكلي بالكريمة، طبق كده سخن وغني بالكريمة والجبنة والخضار والحديد، حاجة تدفينا كده في الشتاء، اختراع من اختراعات الشوربه اللي احنا بنعملها. ولسه هنكمل في باقي حلقاتنا ان شاء الله في موسم الشتاء مع البيتزا الحلوه او بيتزا الفواكه. ان شاء الله يا رب تبقى حلقتي خفيفه على قلبك. انا واثقه ان الشوربه والبيتزا تبقى خفيفه على معدتك. مستنياكي خمس مقادير جديده وفي حلقه جديده مش هتشوفيها في اي حته غير عندنا من هنا من قناه ست البيت. سايباكي في رعايه الله. باي باي.